نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين الميامين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم
أيديكم قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، لن تكون خطبتنا اليوم عن القتال أو الجهاد في سبيل الله، إنها استرشاداً بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. الآية والتي ولتها سنتحدث في أمر يخص نهضتنا، يخص إقلاعنا الحضاري. هذه الخطبة بإذن الله هي التي ستثلث الثنتين تعرضنا فيهما جملة يسيرة من أسباب انحطاط وجمود الأمة. تختلف اثنان على أننا نعيش منذ قرون حالة تجمد أو اعتقال حضاري. هناك في علم التاريخ ذات في الدراسات التي تدور على الحضارات والمدنيات مصطلح التوقف الحضاري، الأمة أو الحضارة حين تتوقف، تجمد، تنحط، تعتقل، تكون arrested civilization، حضارة متوقفة، arrested، حضارة معتقلة، كما يعتقل شرطي مجرما مثلا أو متهما، متوقفة، متحنطة، متحجرة. نحن نعيش هذه الحالة من التحنط والتحجر بلا شك، ولكن الوقوف عند مظاهر الانحطاط وتعدي ذلك إلى البحث والحفر في أسبابه ليس يكتفى به في أمة تريد لنفسها مستقبلاً، تريد لنفسها حياة. ونحن نزعم أن الأمة المسلمة في إمكانها أن تقدم لنفسها وللعالمين الكثير الكثير، بل نتعدى هذا إلى الزعم وإلى دعوى أن المسلمين عبر تاريخهم واعتباراً بأزهر فترات هذا التاريخ لم يوفوا على الغرض من رسالة دينهم، لم يوفوا على الغاية، يعني الإسلام لم تستنفد أغراضه. الإسلام لديه الكثير ليعطيه، لديه الكثير ليعطيه. صحيح أن الإمكان الحضاري الآن في هذه اللحظة الراهنة من حياة الأمة تقريباً شبه معدوم، شبه معدوم، لكن الاحتمال الحضاري قائم وقائم بقوة بإذن الله تبارك وتعالى. فلاسفة التاريخ إخواني وأخواتي علمونا أن الأمم عموماً، الأمم بانية الحضارات والمدنيات، تدخل التاريخ فقيرة في الوسائل المادية، يعني في الأسباب التي سماها القرآن الكريم الأسباب، وآتيناه من كل شيء سببا، إنا مكنا له في الأرض آتيناه من كل شيء سببا. تكون هذه الأمم فقيرة في الأسباب المادية، لكنها حين تدخل التاريخ وتخطط لها خطا وترسم لذاتها أو لنفسها مسارا إلى جانب الأمم الأخرى العفية المتقدمة الناهضة، إنما تكون غنية في الروح وفي القيم. روح هذه الأمة تكون
روحا قوية مشرئبة، القيم تكون صحيحة معافاة إيجابية عاملة فاعلة بناءة. هذا ما حدث مع هذه الأمة المرحومة. رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخندق بين كانوا يحفرون إذ اعترضتهم كدية شديدة. كدية هي الصخرة الكؤود، الكدية هي الصخرة الكؤود، كدية شديدة، صخرة كبيرة قاسية. حاولوا معها مرارا فلم يفلحوا، فذكروها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فأقبل عليه الصلاة والسلام وآله وأخذ المعول من يد سلمان الفارسي، ثم انهال عليها فضربها ضربة تصدعت منها وبرقت برقة قوية جدا عظيمة، برقة نور. ثم ضربها الثانية فكذلك، يقول الراوي، أي برقت برقة عظيمة باصطدام المعول بالصخرة. ثم الثالثة فكذلك، فإذا هي كالكثيب الأهيل تفتتت ترابا. سألوه عليه الصلاة والسلام عن هذه البروق أو البرقات الثلاث، يعني هل فيها دلالة؟ قال نعم. قال حين برقت الأولى مع أول ضربة رأيت قصور الحيرة وقصور كسرى، وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، ستفتح كسرى، ستفتح مدائن كسرى، ستفتح فارس. عجيب، سوف نرى الآن واقعية المنافقين وتطلعات المؤمنين. قال ولما ضربت الثانية برقت برقة فرأيت القصور الحمر من أرض الروم بزنطة، وأخبرني جبريل أن أمتك ستظهر عليها. في رواية أن النبي كان يكبر تكبير فتح، الله أكبر، كمن يفتح عليه، ويكبر المسلمون من ورائه تكبير فتح. ثم لما برقت الثالثة قال رأيت قصور صنعاء، وأخبرني جبريل أن أمتك ظاهرة عليها. المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أما المنافقون فقالوا انظروا إلى محمد يعدهم بأن تفتح عليهم كسرى، يعني بلاد كسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج إلى البراز يقضي حاجته من شدة الخوف، محاصرون بتسعة آلاف من الكفار المشركين، برد شديد، ظلام شديد في الليل، خوف شديد، جوع شديد. النبي حين أقبل وأخذ المعول كان شادا على بطنه صخرة حجرا كبيرا من الجوع. قال الراوي وكنا لم نذق ذواقا، لم نصب ذواقا منذ ثلاثة أيام، لم نأكل شيئا، والنبي كذلك. ناس جوعى، مساكين، محاصرون بهذه الألوف أيها الإخوة المحتشدة للإجهاز عليهم لإفنائهم، ويعدهم عليه الصلاة والسلام بأنهم سيرثون فارس وبيزنطة وبلاد اليمن وتلك النواحي. كيف هذا تأميل المؤمن؟ طبعا النبي يعد عن وحي، عن كشف جبريل أخبره، والمؤمنون يقولون صدق الله ورسوله. أمل أمة تريد الحياة، أمة تريد أن تبني لنفسها مجداً، أمة لم تفقد الإيمان في نفسها، لم ترى نفسها أقل من أي أمة متقدمة أخرى، بالعكس ترى نفسها بالإيمان بمنظومة الاعتقاد أيها الإخوة، الرؤية الكونية، لأن الأفكار والقيم الأخلاقية والاجتماعية تتولد عن ماذا؟ عن منظومة الاعتقاد. هكذا هو، عندك منظومة اعتقاد، رؤية كونية، تتولد منها الأفكار التي تسير الحياة والمفاهيم، تتولد منها القيم الأخلاقية والاجتماعية، ومن هذه وتلك تتولد ماذا؟ المؤسسات. هذه السكيمة، تتولد مؤسسات المجتمع، المؤسسات السياسية والاقتصادية حتى العسكرية والاجتماعية، من ماذا؟ من القيم والأخلاق والأفكار المتولدة بدورها من العقائد. لدينا عقيدة، عقيدة عظيمة ولا أروع بفضل الله تبارك وتعالى، وهي التي مكنتنا أن ننجز حضارتنا أيها الإخوة بسرعة مدهشة، كما قلنا في الحلقات
السابقة. فهكذا كانوا هم، وهم الذين ألهموا من بعدهم، محمد وصحبه المقربون صلى الله على محمد وآله ورضي الله عن أصحابه، هم الذين كانوا مصدر الإلهام الأكبر لكل أجيال الأمة التي شادت الحضارة وبنتها. هم هؤلاء. أرنولد تومبي، طبعاً كل ما يتكلم عن الحضارة سيعتاد أن يسمع هذا الاسم كثيراً جداً، ليس لأنه مؤرخ عظيم من أعظم المؤرخين في القرن العشرين، بل لأنه تعدى دور ومهمة المؤرخ إلى دور جديد، وإن كان لا يعترف به عند كثير من المؤرخين هذا الدور، يعني وهو فلسفة التاريخ. وإذا تحدثنا عن فلسفة التاريخ فالحديث عن القوانين الحاكمة في مسار التاريخ، هل يعترف بها؟ قضية خلافية جداً بين علماء التاريخ. هل هناك قوانين حقاً للتاريخ؟ هل هناك قوانين حقاً للتاريخ؟ قوانين للطبيعة نعم، قوانين للتاريخ والاجتماع مسألة خلافية لا تزال، ونحن نحاز إلى الرأي الأول، نعم هناك قوانين، صحيح لن تكون بأي حال من الأحوال في دقة وتحديدية القوانين الطبيعية، لأن الإنسان عالم الحرية، عالم الاختيار، ليس كالمادة يخضع إلى الحتميات، يخضع للحتميات. على كل حال، أرنولد تومبي يرى أنه ما من حضارة، ما من مدنية، ما من نهضة تمت وأنجزت إلا وكان الفضل الأول لفئة مختارة من البشر، فئة قليلة، ليست فئة عظيمة العدد، فئة قليلة حملت حلماً، حركها طموح، بعثها دافع عظيم، دافع الحياة والبناء والعمران أيها الإخوة، آمنت بنفسها وبرسالتها. كل أمة قال، كل حضارة تدين لأمثال هؤلاء. طبعاً في الحالة الإسلامية واضح جداً جداً، محمد وأصحابه، محمد وأصحابه هم بنات وعي هذه الأمة، هم الذين خطوا لها أفقاً لا تزال تسير نحوه، مبعوثة بقوة الإيمان، بطموح المؤمن، بطموح المؤمن وقوة اليقين، هو هكذا. ولذلك كانوا فاعلين جداً. أنا بدأت بآيات الأنفال لأشير إلى هذه الفاعلية يا إخواني. الآن يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن الطوق الحضاري، يعني عن الاقتدار الحضاري، القدرة الحضارية تساوي ماذا؟ معادلة كويجن تساوي عدد السكان. هتقولي جميل جداً، أندونيسيا، ماليزيا، مصر عنا، بس انتبه، عدد السكان وحده بغير فاعلية هؤلاء السكان يعود نقمة ويعود إضافة بالسلب بعد، كإضافة الدين على الدين، الدين على الدين، حتى تصبح غارقاً في ديونك، غارقاً في ديونك، إضافة بالسالب وليس إضافة بالموجب. إذن عدد السكان مضروباً في ماذا؟ مضروباً في الفعالية الحضارية أو الاجتماعية لهؤلاء السكان. كم هم فاعلون؟ ما معنى الفعالية؟ حتى لا نتحدث كلاماً غير مفهوم أو كلاماً مبهماً، وهذه طريقة خاطئة في الحديث. فعالية باختصار أيها الإخوة يمكن أن تكون اجتماع معنيين. بعض العلماء والمتخصصين يميز بين الكفاءة والفعالية. الفعالية أن تنجز الشيء الصحيح، في شيء صحيح مطلوب إنجازه، يعني إن أنجزته تكون أنجزت المطلوب، لم تنجز أي شيء غير مطلوب. لكن انتبه، قد تنجز الشيء المطلوب بالخسارة طبعاً، قد تشتري شيئاً يراد شراؤه مثلاً، كلفت بشرائه، اشتريت شيء بالمواصفات المطلوبة لكن بضعفي ثمنه، أنت خسران ولا مش صحيح. في فعالية بس فيش كفاءة. لذلك إذا كانت الفعالية هي إنجاز الشيء المطلوب، إنجاز الشيء الصحيح، فالكفاءة هي إنجاز الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة أو الأصح أو الأحسن. بعض العلماء والمتخصصين يدمج المعنيين ويطلق عليهما ماذا؟ الفعالية. لا بأس، اصطلاحات، وإذا وضح المعنى فلا بأس أن نتوسع في العبارة، لا بأس أن نتوسع ولا نتشاح في العبارة. إذن الفعالية، فعالية الإنسان أيها الإخوة، فعالية الإنسان الاجتماعية والحضارية. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. مؤمن يعادل كم ويعدل كم؟ 10 من الكفار في ساحل الوغى. هذا عنده سيف، هذا عنده سيف، هذا عنده رمح، هذا عنده رمح، هذا عنده نشاب، هذا عنده نشاب، نفس الشيء.
هذا تحته فرس وهذا تحته فرس، لكن واحد إلى عشرة فعالية، فعالية مذهلة. وبعدين هذا الحد الأقصى المذكور في هذه الآية الفعالية، واضح أنه من الصعب جدا أن يبلغه معظم الناس فضلا عن كلهم. لذلك استتلت الآية الثانية فقالت، أو التالية فقالت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعف الفعالية. ليس ابن الإسلام الذي دخل الإسلام في الساعة الأولى وربي على مبادئ الإسلام وقيم الإسلام وعقائد الإسلام من أول يوم كالذي دخل إيه متأخرا بعده بعشر سنين، ببضعة عشرة سنة، أحيانا بثمانية عشرة سنة. هذا يختلف عن هذا، هذا حتما سيكون أكثر فعالية من هذا كقاعدة عامة، ولكل قاعدة إيه شذوذها واستثناءاتها. الآن خفف الله عنكم، فصار الميزان واحد إلى اثنين، كأن الله يقول هذا أقل ما يمكن أن تنحط إليه فعالية المؤمن. هذه آية مخيفة، هذه آية فيها اتهام حضاري يا أخواني، هذه الآية فيها إدانة، فيها دمغ حضاري لنا. نقول له: يا رب نحن اليوم تقريبا ليس لدينا فعالية أصلا، لدينا فعالية في السالب، في الدمار، في الإفناء. نحن مهر جدا في أن يحرض بعضنا على بعض، أن يكره بعضنا بعضا، أن يذبح بعضنا بعضا. ما شاء الله، رقم واحد في العالم، إحنا الأمة العربية المسلمة رقم واحد في هذا. مع أنه لا توجد أمم على وجه الأرض يحتاج بعضها بعضا كما يحتاج إيه المسلمون إلى بعضهم البعض. تعرف ليه؟ لأن معظم هذه الدول العربية والإسلامية لا تفلح وغير مؤهلة بحكم إيه كتلتها السكانية أن تصل إلى الكتلة المطلوبة، الكتلة العددية المطلوبة لإنجاز إيه مشروع الإقلاع الحضاري. انسى، انسى حكاية الاقتباس هذه والنسخ والاستعارة والاستهلاك، هذه ليست حضارة، ليست مدنية، ليست نهضة. الفلوس تعمل هذا، هذا مش هذه النهضة، سنفصل في هذا بعد قليل، وسنعود إلى مفهوم الكتلة البشرية المطلوبة للإقلاع الحضاري. هذه لا يمكن أن تنجز إلا بتضافرنا، بضفر أعدادنا وجهودنا بعضها ببعض ومع بعض. فنحن فعالون في السلب. وصدقت يا سيدي يا رسول الله فيما صح عنه عند مسلم أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، حديث ثوبان، قال: إن الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. شوف القدرة الانكشافية لرسول الله، نبي رسول. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قيل الأحمر إشارة إلى الدينار الذهب، والدينار بيزنطي، سنرث بيزنطة وهكذا كان. والأبيض إشارة إلى الدرهم الفضي، فارس، الحضارة الساسانية، وهكذا كان. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي تبارك وتعالى لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة. النبي رغب عليه الصلاة والسلام وآله إلى ربه تبارك وتعالى ألا يهلك أمته بالجدب والقحط، بالجوع يعني، بالجوع، بالفقر. في الآن أغنى من الأمة العربية بالموارد الطبيعية طبعا، بالموارد مش بالمال وبالدخل إيه وبالناتج القومي، لا لا لا، بالموارد اللي هي أساس الغنى، أساس الغنى الحقيقي. وبغير هذه الموارد كان سيشل معظم العالم، معظم العالم يحتاج هذه الموارد، وفي رأسها النفط. على كل حال، قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله تبارك وتعالى قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء، لأنه الرب الذي لا معقب إيه لحكمه تبارك وتعالى، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. أمتك لن تموت جهدا من الجوع والمسغبة، لن يحصل هذا، وفعلا هذا لا يحصل. طيب، أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم
بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. الله أكبر. لو صار العالم بقومياته وشعوبه وحضاراته وجيوشه إلبا واحدا، لو تألب العالم إلبا واحدا على الأمة المحمدية ما استطاع إفناءها. لدينا تجارب مع الصليبيين، معظم دول أوروبا في الصليبيات، مع المغول الذين دمروا العالم، لكن قوة ما لم تسلط علينا تسليط استئصال. هل استوصلنا؟ إيش بنسوي إحنا قاعدين هنا؟ إحنا اليوم المحمديون، نحن أمة محمد، موجودون بفضل الله. 800 مليون، شيء عجيب. هذه الأمة قال لا تستأصل، الله قال هذا قضاء الله ولا يرد. وجرب هذا على مدى 1500 سنة لم يرد فعلا، لا إله إلا الله. إذن لن يسلط على هذه الأمة عدو من سوى أنفسها ليستأصلهم. وإني أعطيتك إلى أمتك كذا، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لا إله إلا الله. انظروا الآن من الذي يهلك كثيرا من المسلمين؟ المسلمون. من الذي يسبي في المسلمين ويمعن فيهم؟ المسلمون. من الذي يفت في عضدهم؟ المسلمون. مسلم ضد مسلم، شيء عجيب. بالمناسبة، حتى أدخل في موضوعي الأساسي أيها الإخوة، كنت أشرت في الحلقة السابقة وفي الخطبة السابقة إلى أنه ينبغي أن نتخفف من النزعة الثقافوية الفكروية التي يقع ضحيتها صريعا لها معظم المثقفين، معظم المتكلمين باسم الفكر وباسم النظر. الجانب الفكري، الجانب الثقافي بلا شك له تأثير، وتأثير كبير، ولكن ليس التأثير الوحيد، وربما لا يكون حتى التأثير الرئيس والأساسي. واضح يا إخواني؟ يعني إذا تحدثنا حتى عن النهضة بالمعنى التقني فقط لها، إذا أردنا أن نتحدث عن التحديث، التحديث فقط باعتبار الجانب التقني العلمي والتقني، يبرز لك 1000 متحدث يتحدث عن التراث الإسلامي والعقلية الغيبية والمنظور الظلامي والتراثوية والكلام الفارغ هذا. يا رجل الله يخليك يا أخي، الاتحاد السوفيتي بمنظومته الشمولية المعروفة أنجز حضارة من ناحية تقنية مادية عظيمة جدا جدا، ولم صحيح كانت المنافس الرئيس للحضارة الغربية. الصين الآن إيش هي؟ حضارة مسيحية يعني؟ عندها أخلاق توحيدية، أخلاق مسيحية، أخلاق يهودية، أخلاق إسلامية، ما عندهاش. معروف ما هي الصين ونظام الحكم فيها، وهي تنجز مشروعها التحديثي بشكل مذهل محير، ولا من الصحيح؟ هل الكل يفعل هذا؟ يعني وقفت على العرب والمسلمين إذا أرادوا إنجاز هذا الشيء يقال الإسلام هو السبب، الإسلام هو سبب تأخرهم؟ هذا كلام فارغ. السبب غياب الإرادة السياسية، السبب الرئيس. ليس هناك إرادة سياسية لننجز، لو أردنا أن ننجز لأنجزنا، لكن ربما تعلم هذه القيادات صاحبة الإرادات السياسية أن هذا المشروع لن ينجز طالما ظللت صغيراً بسيطاً. طبعاً صحيح. نأتي الآن إلى موضوع الكتلة. إذا أردنا أن ننجز إقلاعنا الحضاري أيها الإخوة، لابد من أن نتوفر على الكتلة البشرية المطلوبة. مش كل كتلة يمكن أن تنجز. قولي لا لا كلام فارغ، إسرائيل لا لا، إسرائيل لم تنجز حضارة برأسها، إسرائيل جيب من جيوب الغرب. لو إلى اليوم من 48 إلى اليوم لو انقطع عنها المدد الغربي تسقط تماما كورقة من على شجرة، تذبل وتسقط. وصدق الله، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، لازم حبل، حبل سري يمدها بالغرب باستمرار في حروبها الصغيرة على جماعات، جماعات يسيرة هنا وهناك في غزة وفي جنوب لبنان، تحتاج إلى مدد بعد أسبوع أسبوعين، إلى مدد دائم، طائرات متواصلة بالأسلحة والعتاد وكذا. تقول لي حضارة، حضارة إيش؟ مستحيل. دويلة صغيرة بمثل هذا العدد لا يمكن أن تنجز حضارة تخصها، لكن أن تعيش جيبا من جيوب الغرب، نعم هذا ممكن جدا. لذلك نتحدث عن الكتلة البشرية اللازمة. وكما قلنا، شفت الطاقة الحضارية تساوي ماذا؟ عدد السكان. سيصبح لكل فرد أيها الإخوة قيمة مهمة جداً،
لكن إذا ازدوج هذا العلو السكاني، هذا الارتفاع في عدد السكان بماذا؟ بالفعالية، فعالية المواطن، فعالية الفرد، ليصبح كل فرد مضافاً إضافة ماذا؟ إيجاب، إضافة إيجاب وليس إضافة سلب. اليابان 130 مليوناً تقريباً أو أكثر بقليل، حدثوني عن موردها الطبيعية، تقريباً صفر، لا شيء. المورد الأعظم لليابان وبفضله حققت هذه النهضة، ما هو؟ الفرد الياباني، الياباني كل فرد له قيمة، كل زيادة أيها الإخوة خدمت في هذا المشروع، خدمت إيه؟ في مشروع إقلاع اليابان، لأن فعالية الفرد الياباني، فعالية الفرد الياباني. للأسف الوقت ضيق، لكن أود أن أحكي لكم حكاية البطل الياباني القومي، وبطل بكل المعايير أيها الإخوة، وهذه البطولة الحقيقية الذي كان الأساس في إدخال التقنية إلى اليابان، لا بمعنى إيه نقلها واستعارتها واستهلاكها، لا، استنباتها، هو الذي استزرعها إنجاز التعبير، واستنبتها ووطنها، بيئها في البيئة اليابانية. فرد واحد أرسلته حكومته، حكومة الإمبراطور الميكادو، إلى ألمانيا هامبورغ ليدرس الميكانيكا العلمية ويعود بشهادة الدكتوراه. قال جئت حلمي الأكبر، تاكيو أسوهارا تقريبا اسمه، يقول تاكيو كان حلمي الأكبر أن أحصل على المودول، مودول الصناعة الغربية. إيش المودول؟ القلب في كل الصناعة الغربية هذه. شوف كل الصناعة والتقنيات في إلها قلب جوهر، المحرك، المحرك هو المودول، مودول الصناعة الغربية هو المحرك. كيف يمكن أن نصنع المحرك؟ مش أن ندرس المحرك، دراسة مهمة ومطلوبة والتحليل مطلوب، لكن نريد ماذا؟ التصميم والتقنية، وبعدك تأتي الصيانة، تشغيل وتركيب وصيانة، أشياء عملية مش أشياء نظرية. قال ومن أسف مكثت فترة ليست بالقصيرة، وأساتيذي الألمان بدل أن يأخذوني إلى مراكز التدريب والمعامل يمدونني بالكتب، نظريات وتحليلات ومعادلات رياضية. قال ماذا أريد من هذا؟ لن أتمكن بهذه الدراسة من إيه؟ من أن أصنع محركا أو حتى أن أصلح محركا، هذا غير مفيد. قال أنا أريد أن أصنع محركا، لكن الأساتذة لم. على فكرة بن قوسين، هل تظنون، نتحدث الآن بصيغة عامة، أن المتقدمين، الدول المتقدمة يعني، يمكن أن تجود علينا بأسرار الصناعة؟ يستحيل، هي لا تفعل هذا مع بعضها البعض، الشركات في الدولة الواحدة لا تفعل هذا مع بعضها البعض، التنافس ورأس مال، هذا اقتصاد. تظن أنك بالفلوس وبمجرد حتى الابتعاث والتعليم أنك تحصل على أسرار الصناعة؟ احلم. اليوم بتشوف السيارات وتقول شركة البي أم وباعت مش عارف بكم مليار في السنة، هذا تتويج لرحلة استمرت لخمسة قرون. إذا ذكرنا السيارة نتحدث عن أشياء كثيرة، في مقدمها دروس نقل الحركة، صحيح؟ شغلة بسيطة، خمسة قرون إلى أن وصلت إلى المستوى هذا، دروس نقل الحركة 500 سنة، مش لعب هذا، لكي يعطوك إياه بالمجان أو بشوية فلوس، هذا حلم بعيد المنال، مستحيل. طب اليابان كيف فعلت هذا؟ أصبحت في الصف الأول للصناع العظام، لأصحاب التقنيات العظام في العالم، سوف نرى كيف. وعي وإرادة وطموح. فيا إخواني، يا أيها الشباب بالذات، يا أيها الشباب، لا تحقروا أنفسكم، لا يرين أحد نفسه أقل من غيره أبداً. تستطيع، وتستطيع أن تكون إيه؟ تاكيو العرب، تاكيو السودان أو مصر أو السعودية أو عمان أو لبنان أو إلى آخره. يقول بعد ذلك قرأت عن معرض للمحركات إيطالية الصنع في هامبورغ، فهرعت إليه وفي جيبي مدخراتي وراتبي الشهري، ووجدت هناك محركاً بقوة حصانين، كان ثقيلاً جداً علي، دفعت كل ما لدي وأخذته البيت أنظر إليه كأنما أنظر إلى جوهر ثمينة. أخرجت أوراقي وأقلامي، بدأت أفكك هذا المحرك قطعة قطعة، أرسمها وأعطيها رقماً، أرسمها وأعطيها رقماً. كان التحدي أمامي إن أنا أفلحت في تفكيكه ثم إعادة تركيبه وتشغيله فاشتغل، أكون إيه؟ قد أنجزت خطوة مهمة على الطريق. هذه بداية اليابان مع التكنولوجيا، تخيل
فرد عنده طموح وعنده صدق وعنده وطنية فائضة، مش أشعار قصائد أشعار في أمته ثم هو يمارس ذبح أمته، لا 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 لا، حب حقيقي من غير شعر، حب العمل والجهد والبذل والعطاء والذوبان في الذات القومية، الذوبان في النحن، الذوبان في الأمة، الذوبان في اليابان. قال استغرقني ذلك 3 أيام، بعد 3 أيام تم التركيب، شغلته فاشتغل فكانت فرحة العظمى. أنبأت رئيس بعثتنا وكان لي بمثابة الكاهن الروحي يوجهني في الصغير والكبير بإنجازي الكبير، ففرح جدا واغتبط ودفع إلي محركا آخر، قال لي هذا متعطل، عليك اكتشاف العطل وإصلاحه، خطوة إلى الأمام الآن. قال أخذت المحرك المتعطل، نفس الشيء قمت بتفكيكه قطعة قطعة، رسمت رقمت، فوجدت أن العطل بسبب 3 أجزاء مهترئة متآكلة فيه. جميل، الآن كيف سأصلحه؟ لابد من صناعة هذه الأجزاء 3. قال بنفسي بأدواتي البسيطة، مطرقة مبرد وغير ذلك، صنعت الأدوات 3، صنعت الأجزاء 3، أعدت تركيبه وشغلته اشتغل، فرحة أعظم. قال استغرقني الأمر هذه المرة 10 أيام، 10 أيام. ذهبت إلى رئيس البعثة فعبر عن فرح عظيم جدا بهذا الإنجاز وقال لي الآن عليك أن تبني كل قطع المحرك بنفسك، تصنعها تنحت نحت، ثم تركب منها محركا ليشتغل، تكون نجحت فيما نريده. قال أساتذي الألمان في جامعة هامبورغ كانوا يحثونني على إنجاز الدكتوراه، دكتوراه دكتوراه علوم نظرية وتحليلية، إيش نستفيد؟ شوف لو كان شخصا أنانيا يحب أن يعود الدكتور وبعد 10 سنين الأستاذ بروفيسور، ها؟ قال لك بلا محرك، إيش دخلني أنا؟ أرجع بروفيسور يفتخروا بي الناس وأهلي زوجتي وأولادي، لا 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 لا، ما بده الفخر الكاذب هذا، بده مجد الأمة مش مجد الفرد، مجد الأمة مجد اليابان لتعيش اليابان. النبي عليه السلام على فكرة كيف أنجز مشروعه؟ ولماذا كانت المدينة مهاجره دار هجرته؟ ليه؟ الله لما تحدث عن الأنصار إيش قال؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بمثل هؤلاء تقلع الأمة حضاريا، بأشخاص فنوا أو كادوا عن أنفسهم في سبيل أمتهم. أنت اليوم ترى الكثيرين جدا لديهم استعداد أن يفنوا أمتهم في سبيل مصالحهم الصغيرة والحقيرة جدا. لا، النبي وصف الأنصار فقال يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع، يعني معادلة الحقوق والواجبات. اليوم أيضا في كل أمة متوقفة معتقلة متجمدة تجد حديثا لا ينتهي عن ماذا؟ الحقوق الحقوق الحقوق، في حين يغيب تقريبا أو يكاد الحديث عن ماذا؟ عن الواجبات. لا لا، الأنصار كانوا أهل الواجبات، يكثرون عند الفزع، وإن في جهاد وإن في عطاء وإن في كذا، نحن يا رسول الله نحن الأنصار، وعند الطمع العطاء والحقوق يتأخرون يقلون. يا سلام، اختيار إلهي، بهؤلاء نصر الدين، بهؤلاء هؤلاء خميرة نهضة الأمة، خميرة حضارة هذه الأمة، هؤلاء الأنصار المباركون رضوان الله عليهم. فكونوا أنصاراً لأمتكم، كونوا أنصاراً للأجيال السابقة اللاحقة، أنصار النهضة والحضارة بإذن الله تبارك وتعالى. هو هكذا. قال على كل حال أنا أعرضت وضربت ليتا عن هذا وقررت أن أخوض التجربة. قال لن أستطيع أن أبني محركا ما لم أتعلم صهر المعادن. صهر المعادن طبعا مسألة كبيرة، صهر الحديد والنحاس والألمونيوم. قال وارتضيت لنفسي أن أذهب يوميا إلى المصاهر، يعني إلى هذه المصاهر فيها عمال طليان وعمال ألمان وغير ذلك، وألبس البدلة الزرقاء، مع أنني يقول تاكيو أسوهارا من الساموراي، هو من أسرة من الساموراي، تخيل. رضيت بهذا حتى أنني كنت أعمل خادما للعمال الطليان في المصاهر في أوقات الغداء، أتواضع لهم، أعمل لهم خادم، أقدم لهم الشاي والأكل وكذا وأخدم عليهم لكي أرى بأم عيني وأتعلم أسرار هذه الصناعات الثقيلة الصعبة. قال مكثت في التعليم والتدريب هكذا 8 سنوات،
وما في دكتوراه، لا دكتوراه ولا محزنون، بدي أتعلم، بدي أقدم شيء لأغير به، يقول اتجاه اليابان. قال سأصنع تاريخا للبري. والله صنع تاريخ الرجل هذا، شيء عجيب يا أخي، صنع تاريخا، صدق وطموح ورؤية ومثابرة. قال أتبلغ بوجبة واحدة في اليوم ولا أنام أكثر من 5 ساعات، عمل متواصل. قال بعد ذلك سمع بي الميكادو رئيس البعثة، بعث لليابان. شوف الإرادة السياسية اهتمام، محلاه رئيس دولة عاد من دول المسلمين أو زعيم دولة يهتم لي بمبتعث في دولة غربية أو شرقية. مستحيل مبتعث إيه؟ إذا اهتم بالبعثة كلي على بعضها بكون كويس يعني. لا، إذا اهتم به شخصياً. قرأ تقريره، ماذا فعل، ماذا يريد، طموحاته. قال فبعث لي من ماله الخاص، مش من مالي هي الإمبراطورية، من ماله الخاص الميكادو 5000 جنيه ذهبية ثروة. قال فرحت بها أعظم الفرح، اشتريت بها تقريباً مصنعاً صغيراً من المحركات والآلات والأدوات. ولما أردت شحنه إلى اليابان نفد ما كان معي من النقود، النقود كلها ذهبت في شراء هذا المصنع الصغير. الشحن قال فاضطررت أن أدفع كل مدخراتي من مرتبي الشخصي الشهري، دفعها كلها من غير أن يقول لأحد. في سبيل اليابان كل شيء يهون، أنا نعطيها التعب، نعطيها الدموع والجوع والأموال والمدخرات أيضا من أجل اليابان. هذا حب البلاد، هكذا من يحب بلده. كما قلت ليس فقط بقصائد الشعر، كويس الشعر بس ليس فقط بقصائد الشعر والاكتفاء بالشعر. قال ووصلت اليابان معي هذا المصنع الصغير، فطلبت لمقابلة الميكادو فرفضت. قلت هذا تشريف عظيم لا يليق بأمثالي، حتى أفلح في بناء مصنع وإن يكن صغيرا يصنع بجهود يابانية المحركات. بدي محرك ياباني يهدر بالصوت الياباني في اليابان، إحنا نصنعه قطعة قطعة. قال استغرقني هذا 9 سنوات. طبعاً يقابل ميكادو شيء عظيم جداً جداً، ابن الشمس هذا، الإمبراطور ابن الشمس، مين يقابله؟ عظمة. قال لك لا لا، ما استحقش الشرف هذا. ليه؟ إيش عملت؟ أنا ما عملتش حاجة لسه، أنا أحاول، لا أزال أحاول وأراكم النجاحات. قال انقطعت 9 سنوات أشتغل ما بين 10 إلى 15 ساعة يومياً مع زملاء وتلاميذ لي. قال بعد 9 سنوات حملنا 10 محركات إلى صالة تابعة لقصر الميكادو، حملناها هناك وأدرناها فهدرت جميعها. محركات يابانية أصيلة صنعت في اليابان قطعة قطعة. إذا موضوع التشغيل والتركيب انتهى، موضوع الصيانة سهل جدا جدا انتهى خلاص. هكذا تستزرع التقنية، التكنولوجيا، مش تشترى، تستهلك، تستورد ونفرح بها، وأول ما تعطب نرميها ما في حتى صيانة، ونأتي بإيه؟ بالجيل الآخر اللي أغلى، كلعب الأطفال زي النينتندو يلعب بلاي ستيشن يعني. لا لا لا، الأمم لا تلعب، الأطفال يلعبون، هذا طفل، لكن الأمم لا تعيش هكذا. قال وحينها دخل الميكادو علينا فانحنينا له نحييه بالسلام. قال أعذب صوت أسمعه، أجمل موسيقى سمعتها في حياتي، أصوات محركات يابانية. الميكادو قال هذا الصوت الجميل. وفعلا هكذا دخلت اليابان على الخط أيها الإخوة، واقتعدت لها مكانة سامقة بين الأمم المتقدمة الفارهة في ميدان الحضارة. هكذا، ليس بالتقليد، ليس بالاستنساخ، ليس بالذوبان، وليس أيضا بقصائد الشعر في الآخر، أنه الآخر متقدم وعظيم وكويس. طيب وأنت ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ لذلك فقط أنا أحببت أن أشير بمناسبة عودتي من زيارة العمان، ولعل البعض ينتظر مني ولو تعليقا يسيرا. أكبر ما استفدت من التجربة القصيرة على مدى 7 أيام في زيارتي لهذا البلد العربي المسلم المبارك أيها الإخوة، أن كل ما نعيشه من تطاحن واصطراع وتعارك مذهبي وطائفي مفتعل، محقور، مراد له أن يكون، وأن إمكانية الخروج منه والمعافاة منه أيها الإخوة من أسهل ما يكون. والسؤال لما لا يكون؟ لما لا نخرج من هذه اللعنة التي توشك أن تأتي على ما تبقى من أخضرنا، أما يابسنا فذهب كله حريقاً، بقي لدينا القليل الأخضر، اليابس انتهى. طيب هذا الأخضر القليل لما لا نستبقيه لنبني عليه، لنستأنف من جديد؟
سؤال حيرني ولا أزال محتارا في عمان، وأنا أدعو كل من يستطيع أن يزور عمان أن يزور عمان، هذا البلد المبارك الوادع الحكيم بقيادته وشعبه، شيء يا إخواني لا يكاد يرى له مثيل في العالم، ليس في العالم الإسلامي، في العالم. ما رأيكم؟ تسامح لا نظير له، تعايش لا مثيل له. أصلي المغرب جماعة مع إخواني وأحبابي، ثم أسمع بعد ذلك صوتاً مصرياً، نبرة مصرية تتكلم في قضايا فقهية، فيقول لي الشيخ أحد أهل العلم والفضل، يقول لي: يا أخي، هذا رجل مصري يعلم الإباضية. هذول الإباضية ليسوا شوافع وليسوا مالكية ولا حنفية، ليسوا أهل السنة، يعلمهم الفقه الشافعي. قلت: عجيب. قال لي: هذا يحصل دائما في كل المساجد، وترى شافعية يتعلمون عند شيخ إباضي. قال: هكذا نعيش نحن في الصف الواحد، يصلي أحدهم أيها الإخوة بغير تكتف، يكون إباضيا أو شيعيا إماميا، إلى جانبه يصلي حنفيا، يصلي على الطريقة الحنفية أو الطريقة الشافعية أو الأخ. لا أحد ينكر، لا أحد ينتقد من الآخر، لا أحد يحدجك ولو بطرف عينه، يعني مش أبداً 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 أبداً. تعايش عندهم نسمات يتنسمونها كما يتنسمون الهواء، سهل، عملية سهلة جداً جداً، حر، يقول الإنسان حر. وهذا إباضي يتعلم شافعي هو حر، بده يشفع هو حر، شافعي بده يتقبض هو حر أيضاً. لكن هذا لا يحدث كثير على فكرة، وما في انتقالات مذهبية، ما في، لكن في احترام متبادل من الكل. في عشاء في بيت السيد المكرم معالي الشيخ رئيس البرلمان مجلس الشورى، أول ليلة أول عشاء تناولت معهم، حضر طائفة من العلماء ورجالات الدولة أيضا، وجلسنا. بعد ذلك بدأت الأسئلة، يسأل سؤالا أنا أجيب، هذا يسأل هذا يناقش، ثم يعني دخل الخط أحد أهل العلم، رجل عالم فاضل وقور كبير في السن وفي القدر في دولته، وسألني مسائل في العقيدة مما فيه خلاف بيننا وبينهم، بين أهل السنة وبين إخواننا الإباضية، فأجبت، فرد علي فأجبت، فناقشته أخذ وعطاء. أكثر ما أدهشني أيها الإخوة أمران: أنه يتبسم، أنت تخالفه وترد عليه الحجة بحجة أخرى ويتبسم يضحك، وانتهى النقاش بالتبسم والضحك، لا في إشمئزاز، لا في توتر، لا في علو صوت، لا في تهدج. أبداً أبداً أبداً، هو يعلم أن هذا مذهبك وأنت تعلم أن هذا مذهبه، لكن تعاطي بين أهل العلم. والعجيبة الثانية، كان في المجلس جماعة من أهل العلم والفضل، علماء حمل شهادة الدكتوراه ومن أهل العلم والتأليف، لم يتدخل أحد. شوف الأدب لوين، أما قالوش سني بين إباضية، هيا نتعاون عليه، هيا ثلاثة ضد واحد، نظهر أن الإباضية المذهب. لا أبدا أبدا، أدب، هو فتح النقاش فليتمه هو أيضا. أدب عجيب جدا في هذول الناس، راقية كما قال أخي أبنس قبيل قليل، فعلا قال: هذا الشعب بما لمسناه منه فتح لنا باب الأمل في الأمة. قلت له: الأمة المسلمة مش عربية فقط، الأمة المسلمة، فيحتاج المسلم الباكستاني والهندي والماليزي والتركي والإيراني أن يتعلم من أهل عمان، لأنه مصاف عالي جدا، مصاف راقي جدا. حدثني عالم تونسي من تونس يعيش هناك منذ 30 سنة، قال لي: يا أخي، لي هنا 30 سنة، وعالم حامل شهادة الدكتوراه وداعي له مؤلفات وتحقيقات، مش يعني أي كلام، رجل وقور كبير في السن أمد الله في عمره، قال: يا أخي، لي هنا 30 سنة، لم يصدف في يوم من الأيام أن رأيت أو سمعت عمانيا يسب عمانيا أو يسب آخر أو يشتمه. قلت له: عجيب. قال لي: والله 30 سنة. قلت له: شيء غريب، ما هذا الشعب؟ فصدقت يا سيدي يا رسول الله، حين بعث رجلا من أصحابه إلى حي من حي العرب يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فضربوه وسبوه وشتموه في صحيح مسلم، فعاد يا رسول الله: يا رسول الله، بعثني إليهم فسبوني وشتموني وضربوني. قال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يا الله، يعني من يوم يومهم. العجيب والجميل في أهل عمان بعد هذه الشهادة المصطفوية أنهم بذكائهم والحكمة الإلهية المفاض عليهم، هم أهل الحكمة، أنا رأيت الحكمة لمستها لمس يا أخواني، الهدوء والسكينة، وكيف كما قلت لكم كيف يتعاطون في كل شيء، حكمة عجيبة جدا هؤلاء الناس. أن هؤلاء الشعب عرفوا كيف يحافظون على هذه المواريث الطيبة المكرمة، مواريث التسامح والسكينة والحلم والهدوء والتحابب والتعايش.
لماذا لا يستفاد منه؟ هذا هو السؤال. ولذلك لا لا لا، الأمل منداح، الصدر مشروح، الأفق قريب جدا أيها الإخوة أن نكون أمة متحضرة وراقية جدا في هذه الأبواب. ليش؟ لأن عمان موجودة، هاي في تجربة حية، دولة كاملة. وعلى فكرة عمان ليست يعني إيه دولة بسيطة، عمان بالأمس القريب إمبراطورية، لم تكن دولة بسيطة، إمبراطورية، واقرأوا عنها وعن تاريخها، دولة عريقة. ومع ذلك أعرق ما فيها أيها الإخوة تسامحها ومودتها وحبها. نعود أيها الإخوة في دقائق يسيرة لنتكلم كما قلنا لكم عن الكتلة البشرية. نريد أن نقلع، لابد لنا من كتلة. هذه الكتلة البشرية لها حدان، حد أدنى وحد أعلى أو حد أقصى. الحد الأعلى أيها الإخوة هو ما تحدده القدرة على إفراز وإنبات وإخراج الكوادر القادرة على بناء المؤسسات الحضارية. طبعاً كل أمة لابد لها من مؤسسات حضارية. طب في كادر يستطيع أن يفعل هذا؟ هذا الحد الأدنى، أن يكون لديك الكوادر القادرة على هذا، هذا الحد الأدنى. والحد الأقصى للكتلة البشرية، ولذلك قلنا لكم شعوب صغيرة، دول صغيرة لا تستطيع أن توفر الحد المطلوب لأنها صغيرة، والحضارات طبعاً تبنى على كتاف أعداد مهولة من البشر. الحد الأقصى أيها الإخوة يكون حين يبلغ المنحنى الحضاري درجة تدل على التشبع، بحيث يعود بعدها كل زيادة في السكان تمثل ماذا؟ فائضاً، والفوائض تمثل ماذا؟ عبئاً ومعوقات. يعني بتصير زيادة السكان إضافة بالسالب من جديد، لا 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 نريد. بس إذا تحدثنا عن الكتلة البشرية ومعادلة الإقلاع أيها الإخوة، مهم جداً أيضاً أن نستحضر أن هناك علاقة واضحة وبسيطة وجميلة بين الفعالية البشرية، الفعالية الحضرية الاجتماعية للفرد، وبين ماذا؟ الفائض السكاني. عندك إكس وعندك واي، هنا الفعالية البشرية، هنا الفائض السكاني، المنحنى هكذا، جزء من محيط دائرة هكذا. بمعنى ماذا؟ كلما كانت الفعالية قليلة كان الفائض كثيرا جدا. طبعا ما في فعالية بشرية، تقريبا يعتبر معظم السكان زائدين عن الحاجة. طب إذا كانوا زائدين فهم ماذا؟ عبء ومعوق. لذلك لديك بعض الدول الإسلامية تصرخ دائما من زيادة السكان، كأنه الحل هو في ماذا؟ تحديد النسل وتنظيم النسل ومن 60 سنة. غلط، مش هذا الحل. طب ما اليابان عندها عدد هائل من السكان، الصين عندها عدد مهول جدا. أنت بتعرف الصين؟ كيف الصين استطاعت أن تنجز ما أنجزت؟ ليس هي فقط بالتحديد، حددت لأنه عندها فعلا فائض رهيب جدا جدا. فقط ربما في السنة الفارطة سمحت بولدين للعائلة الواحدة، قبل ذلك فقط واحد، لأنه عندها 1,400,000,000، شيء مخيف جدا جدا هذا. لكن رفعت فعالية الفرد الصيني، وهذا موضوع ثاني. كيف؟ أهم شيء السياسة التعليمية مع التخطيط. ما عندنا هذا للأسف في الدول العربية معظمها، ما عندنا هذا. سياسة تعليمية ملتئمة بالتخطيط بالخطة ذات الرؤية ما عندناش، لذلك نفشل، نطرح الأسئلة الغلط، نتلقى الأجوبة الغلط. هوضح هذا بعد قليل. رفعت فعالية الفرد الصيني، ما الذي حصل؟ بهذه الكتلة المهولة التي رفعت فعاليتها، الصين استطاعت أن تلحق بأمريكا، بالعالم الجديد. تخيل، لأنها رفعت، وربما بأمريكا ومضافة إليها دول أخرى أيضا كما يقترح بعض الدارسين المتخصصين. الحل ليس في تحديد النسل، الحل في رفع الكفاءة. طيب، كلما الآن نأتي المحور هذا، كلما زادت الفعالية هنا ما الذي يحصل؟ يقل الفائض، تزيد يقل الفائض المنحنى. إذا بلغت الحد الأقصى ينعدم ماذا؟ الفائض. في هذه الحالة أيها الإخوة يتقارب الأدنى والحد الأقصى للكتلة البشرية. ليه؟ لأنها بشر فعالون، كلهم فعالون، ما في عندنا فائض. لكن يوم ما يطلع المنحنى هذا يرتفع من هنا، بحيث أنه مع الفعالية، عفوا مع نقص الفعالية يزداد الفائض، يزداد الفائض. إذن هنا بلغنا الحد الذي لا ينبغي أن نبلغه، نتوقف عنده، الحد الأقصى. إذن فالتحدي كيف نرفع فعالية الفرد، هذا موضوع طبعا لا أجيب عنه في خطبة، لكن كما قلت السياسة التعليمية مهمة جدا أن تكون ملتئمة ومزدوجة بماذا؟ بالرؤية، بالمخطط.
تحدثت قبيل قليل عن الكفاءة والفعالية. قلنا الفعالية إنجاز الشيء الصحيح، وقد تكون غير كفؤة هذه الفعالية. أما الكفاءة أيها الإخوة، بعض يقول كفاية، الكفاءة فهي ماذا؟ إنجاز الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة. لذلك انتبهوا الآن في علم الإدارة الغربي، في علم الإدارة يقال دائما الفعالية بهذا المعنى التفصيلي، الفعالية هي من شأن من اختصاص إيه؟ القادة. أما الكفاءة من اختصاص الإدارة، وهذا صحيح. القائد دائما ما الذي يطلب منه بدرجة أولى؟ هل يطلب منه أن يدلنا على الطرق التي ننجز بها الأشياء المطلوبة؟ لا أبدا، هذه الإدارة. القائد يطلب منه تحديد الأشياء المطلوبة، الرؤية، الفيجن، يقول لنا ما المطلوب، أين نحن، أين ينبغي أن نصل، ما الذي نريده. بعدين تأتي الإدارة، قيادات أخرى غير القيادة إيه؟ ذات الرؤية، تأتي هذه القيادات الإدارية لتنجز رؤية صاحب الرؤية، لتنجز الشيء الصحيح، لكن إيه؟ بأقل المغارم، بأقل التكلفة، بأقل الأثمان. العملية التعليمية كذلك، في مخرجات لكن قبلها في إيه؟ مدخلات. إذا كانت المخرجات أكبر من المدخلات إذن في كفاءة، إذا كانت المخرجات أقل من المدخلات في خسارة، إذن فيش كفاءة. فهذا المطلوب، القائد يطلب منه تحديد الرؤية، تحديد الرؤية، الرؤية إيش؟ الغائية، تحديد الغايات، الأهداف، المطلوبات الصحيحة. تأتي الإدارة لتحدد كيف تنجز هذه الأشياء، صحيح؟ هذا مختلط لدينا تقريباً، وقلت هذه الأمة بعض القيادات يعني المصابين بجنون العظمة يظن أنه يستطيع أن ينجز كل شيء، فيشتغل على مستوى الفعالية والكفاءة، كل شيء يعطيك إياه، وفي الأخير نحن إيه؟ مكان كسر، نراوح مكانا. لا لا، لابد من تقسيم العمل واحترام التخصصات، وكل شيء يسند إلى صاحبه، كل شيء يسند إلى صاحبه. تعليم العربي، التعليم الإسلامي عموما فيه مشكلة كبيرة يا إخواني، في العموم طبعا فيه استثناءات ممتازة الآن، لكن في عمومه فيه يعاني من مشكلات، ما نقولش معضلات، لا، المشكلات لها حل، المعضلة لا حل لها، لا، مشكلات ويمكن أن تحل، ويمكن أن تحل. لدينا كمية هائلة من الخريجين في ميدان معين، ثم نطرح السؤال الغلط، ما هي إيه الوظائف التي يمكن أن تسند إليهم؟ خلط 100% نفشل، تفشل المسيرة كلها، ويفشل هؤلاء الأفراد، يضيعون المساكين. السؤال من البداية كان سؤال الرؤية والتخطيط، ما هي الوظائف المطلوبة في المجتمع، أليس كذلك؟ وبالتالي نضع إيه في السياسة التعليمية ما يكفل وما يفي بإنجاز ماذا؟ بإنجاز كوادر هذه الوظائف المختلفة. هذا هو سياسة تعليمية مع تخطيط ننجح، كذلك تفعل كل شعوب متقدمة، نحن لا نفعل هذا، هذا يحتاج إلى إعادة نظر. اليابان، وذكرت هذا في الخطبة السابقة أيها الإخوة، معادلتها 80% موجهة للتعليم الحرفي والمهني، صحيح؟ العالم العربي وقت قصير يا إخواني كان يغص بصنوف وألوان الحرف والمهن وصاحب الكار، ولا مش صحيح، حتى كانت عائلات كاملة تنسب إلى الكار، عائلة القزاز وعائلة الدباغ وعائلة الخباز وعائلة النجار وعائلة الحداد، عائلات، وهذا كان مهما جدا ويشكل كفاية من نوع ما المجتمع. لا نتحدث عن هذا الآن، تقريبا اندثرت، انقرضت الحرف في العالم إيه؟ العربي، وننتظر فقط الاستهلاك، الاستيراد والاستهلاك. إيه أصبحنا على حقيقية أمة معوقة. فالتعليم في اليابان 80% المهني والحرفي، ممكن بعد ذلك حوالي 10% للتعليم الفني. ليش طيب؟ لأن التعليم الفني هو الكفيل بتطوير ماذا؟ المهنة والحرفة، طبعا لابد منه إذن، مش نبقى عند حد معين، لا، لابد أن نطور أيضا إيه؟ الحرف والمهن. ماذا يكفل هذا؟ التعليم الفني. نحتاج 10% من أولادنا، أبناء وبناتنا، يتعلموا التعليم الفني. طب العلوم عاد، العلوم نفسها النظرية بالذات، 5% فقط أصحاب القرائح الجيدة الأذكياء جدا يتوجهون إلى هذه العلوم، ليتابعوا أحدث ما ينتج العالم ويساهموا في الإنتاج، وبعدين يظفروا أيضا هذه العلوم قدر المستطاع بما يبنى عليها من نتائج إيه؟ عملية، يعني من تقنيات تكنولوجيا. ضروري جدا، ضروري جدا. يبقى 5% من الأمة زي حالاتنا اللي بيشحذوا الفاعلية، الوعظ والخطباء والمفكرين وأهل النظر، فقط 5%، وكفاية.
العالم العربي اليوم قلب المعادلة رأساً على عقب. تقريباً يوشك أن يكون معظم من نرى وجوههم هم أصحاب شحذ الفعالية، بس شحذ الفعالية إلا ما رحم ربي منهم للذبح. يعلمك كيف تذبح أخاك، كيف تكره أخاك، كيف تفتري، كيف تتهم، كيف تتآمر، كيف تنفذ المخططات والمؤامرات على دينك على أمتك. شيء رهيب جداً. الشيخ الغزالي من زمان، وهذا حكيم من حكماء عصرنا، محمد الغزالي رحمة الله عليه المعاصر، كان يستغرب. شوف الفطرة، ذكاء الفطرة، يستغرب يقول قرية، القرية مثلاً فيها إيه نفترض إيه 1000 من الأنفار أو 500، لا تحتاج لأكثر من إمام واحد. إمام هو الذي يصلي ويخطب ويفتي، انتهينا. طبعاً واحد كافي، لكن تحتاج إيه الـ500 هذه؟ على الأقل إلى 5 أطباء، واحد طبيب عام، واحد متخصص في الصدرية، واحد في كذا، واحد في التوليد، وتحتاج إلى كم من مهندس، وتحتاج إلى كم زبال، وإلى كم خباز وكذا. لكن حاملنا العكس، عندنا فقر في أشياء كثيرة، وعندنا فائض في إيه؟ في أهل الدين، في الكلام الديني اللي ساهم مساهمة مغلوطة ومساهمة سيئة في معظمها. طبعاً في استثناءات ممتازة نقدرها نحترمها بلا شك، وهي إضافة إيجابية. الموضوع للأسف طويل، الذيول مهما حاولت أن تأخذه من جوانبه يتفلت عليك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، إذا النقاط باختصار قبل أن نودع هذا المكان حتى تتكامل الفكرة في رؤوسنا. بالنسبة لنا كعالم عربي بالذات، شبه مستحيل أن ينجز أي منا إقلاعه الحضاري منفرداً. إذن لا مناصة ولا محيدة، لا مخرج من أن نتحد قدر المستطاع. مش معنى تتحد بالطريق عادي اللي فوهم بعض الناس يعني وزعيم واحد، لهذا كلام فارغ. لا لا لا، نتحد. عندك الاتحاد الأوروبي، أنت بتشوف ليه، وابحث عن مسوغات ومبررات ودوافع الاتحاد الأوروبي. ليش أوروبا كمان؟ له علاقة بالكتلة، هذا مدروس ومعروف. هاي أول. اثنين، نصيب كبير جدا جدا أيها الإخوة من المسؤولية يناط بجبين القيادات السياسية. لابد أن نقول هذا واضحا لنا ولهم، لابد أن تكون القيادة السياسية واعية وذات رؤية، وأن تكون زعامة حقيقية. الزعامة ليس أن تكون في الكرسي وأن تجمع الأموال وأن تمارس الضبط والرقابة والعقاب على الناس، ليس هذا الزعامة. أن تدخل التاريخ من باب وسيع، أن تخلدك الأجيال، أن تبني لك نصباً تذكارياً، ليس في الساحة بفلوس الجماهير، وإنما في قلوبها، في عقولها، في ذاكرتها الجمعية. هذه الزعامة. فنود من أن يكونوا زعماء حقيقيين، إرادة سياسية للإقلاع الحضاري الحقيقي. هذا الإقلاع، النقطة الرابعة، لا يتم بالاستعارة، لا يتم بالاستهلاك، لا يتم بالشراء. لا يمكن، لن تحقق هذا. واستفيدوا من تجربة اليابان والصين الآن ما شاء الله. إذا لابد أن نستزرع وأن نستنبت وأن نوطن وأن نبيع هذه العلوم والتقنيات في بيئتنا العربية المسلمة. المعادلة، المعادلة الاجتماعية مهمة جدا. لعلكم تذكرون يالمر شاخت، الدكتور يالمر شاخت الذي كان رئيس البنك الرايخ، بنك الرايخ في أيام مستشارية هتلر، وأيام هتلر أيضاً كان كان هو وزير الاقتصاد، اقتصادي عظيم على مستوى العالم معروف يعلم. طبعاً حكم في نورنبرغ، وحكم ثم بثمان سنوات، ثم عفي عنه، ما فيش شيء يجرمه الرجل. استضافته إندونيسيا أيها الإخوة في أواخر الأربعينيات بعد الحرب العالمية طبعاً الثانية، وضع تحت يده كل شيء، كل الإمكانات. تفضل، نريد أن تقع بالاقتصاد الأندونيسي كما فعلت مع الاقتصاد الألماني أيام هتلر. قالوا خلاص وليهمكم، أنا لها. ولم يكن لها ولا مح، فشل فشلا ذريعا. المعادلة التي اشتغلت مع الشعب الألماني لا تشتغل مع الشعب الأندونيسي. لذلك لابد أن يقوم بهذا أبناء كل بيئة، أبناء كل وطن، كل أمة، ممن يعلمون. لأنه تحدث عن نهضة، عن حضارة، أنت عن إقلاع. هذه المسألة ليست مسألة فقط علوم وحرف وتقنيات، شيء أوسع من هذا بكثير وأعمق من هذا بكثير. إذا لابد أن نتعلم هذا الدرس أخيراً. كما قلت، نحن لا نريد فقط حضارة
بمعنى المدنية، بمعنى الآليات والتقنيات وحتى العلوم البحتة والتطبيقية، لا لا، نريد هذا زائداً أو إضافة إلى ماذا؟ إلى حضارة الروح والقيم والإنسانية والأخلاق الحقة، لكي نكون نبراساً للغير، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى نكسب الدنيا والآخرة، نسعد هنا وهناك. اللهم اجعلنا من المسعودين الموفقين برحمتك يا أرحم الراحمين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في كل ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.